والله يا ابو فارس ما عندي شيء، لكن فيه في ثلاث ابيات للمطرب بنت حيم يقول: ما يعدل طبلة الراس غير ام القناد، دلت ما هي بكوفي ولا شمبانيا، من اخذ له فنجال منها ما فكر في اتحاد ناتو امريكا واوروبا وجيش الالمان، ما يفكر غير وشلون طارق ابن زياد من يدين ملوك الاسبان فك اسبانيا. الله 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 اشكرك. هذا اللي جاء اسلم ومن يقول سالم: انت ذاك اليوم اعطيتنا